انت بتعمله باتقان وتعرفت بيه وتبتدي الناس تتكلم عليه في القعدة وانت قاعد، والكلام ده حصل وانت قاعد في وسط الدنيا دي كلها، وتقول ايوه ما هو من كتر السرقة حرام، ابي كانت يعني من كتر الفيديوهات بتاعتها اللي اختفت كانت بتحاول تفتكر او to remind herself ساعات بحاجات علشان تفتكر كما هائل، او ترجع للفلاشات اللي متخزن عليها فيديوهاتها عشان تحاول تفتكر. فاوتوماتيكلي رديت على القائلة اللي هي بتقول انها بتحبني اللي موجودة في القعدة اينما كانت في اي بلد مش شغلكم. لكن اللي خلاني استغربت جدا من رد فعلها ان هي راحت قايلة ايه، لا مش انتي بس اللي بتعمليها نها يا ابي، في ناس كتيرة جدا بتعملها. اوف كورس في ناس كتيرة جدا بتعملها، لكن الناس دي كانت فين؟ الناس دي كلها كانت فين؟ Where have you been؟ كانوا فين؟ لما كنت انا بقف زنهار وابتكر واجدد واعمل واشتغل وسنين سنين 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 نالها الحب والاحترام هو هو، بس حسن هي على عينيها غشاوة، بتخسر الذهب وبتشتري الفلوس باختصار، زي الناس اللي كسبتني وخسرتني. اما استريحت انه انا رجعت كل شيء اقدر ارجعه من اول اند جديد، وغزيت القناة وفتحت قناة تانية وغزيتها برضو، وعملت انستجرام تاني لان طبعا هو ضرب لي الانستجرام الكبير وغزيته برضو، وضرب لي تيك توك الكبير وطلعت غيره اللي هو انا قاعد عليه دلوقتي حالا، وحاولت ان انا بعد كده ارتاح بقى to relax يعني، وابتديت اركز في علاجاتي اللي انا باخدها، وابتديت اشوف المواعيد بتاعتي اللي كانت كل شوية باجلها وعمل من بنها علشان خاطر مش فاضية، لانه كم هائل من الارهاق البدني والعقلي مع التركيز في ان انت تقص الشيء يخص البشرة او الشعر. لو غلطت غلطاية بتحس ان انت جلتي عندك مذنب، فكنت بتقن جدا جدا الفترة دي العمل اني انزل الشغل القديم بشكل جديد اقصر في المدة بتاع الفيديو. اللي زعلني ان هي بتقول انها بتحبني. طب انتي لو بتحبينني هل تابعتي اخبار ابي؟ عرفتي هي فين؟ في اني بلد دلوقتي؟ ما اعتقدش، لانه من فترة اتصلت بيا برضو وراحت سألاني سؤال وراحت قالت لي هو انتي في كايرو؟ واو، ده معناها ما اصلا حتى بطلت ان هي تدخل تتابعني. هل انا اكرهها؟ لا والله، انا لازلت اكن لها الحب والاحترام هو هو، بس حسن هي على عينيها غشاوة، بتخسر الذهب وبتشتري الفلوس باختصار، زي الناس اللي كسبتني وخلال القلب للقلب دلوقتي. علشان اقول لكل ست، اوك لما حد يضربك تيأسي وتكني وتفشلي خلاص فشلتي. نو، خلي عندك عزيمة yeah. خلي عندك ارادة، خلي عندك حاجة اسمه تحدي. تحدي مش تحدي مع الناس اللي قدامك، تحدي لذاتك، تحدي ضد الفشل، تحدي ضد حتى لو كنت 50 سنة، تحدي ضد الفشل. انا امامكم 59 سنة لسه ما حدش لعب في وشي ولا في جسمي الحمد لله، انا بلعب مع روحانياتي في نفسي، انا عارفة التغذية فين وبمسكها كده من المكان الصح. التحدي هو اللي بيخليك ان انت تبوش يورسلف او تزق نفسك ان انت تقوم. تخنت جدا يا ابي وهدومي كلها مش بتدخل فيا،
انزلي اعملي شوبينج واشتري حاجات واسعه، لكن تاكدي مش هتلبسيها كتير. هترجعي تاني وهتتابعيني وهتشوفي الحاجات اللي انا بعملها وهتنفذيها. ومن اهدافي اني بقول للستات قومي يا ولية من على الكنبايه ديه،